يعطيك العافية أخي. الله يعافيك. شلون معنويات اليوم ضمن هالمعركة؟ إن شاء الله إن شاء الله. معركة قطع الوريد في معمل قرميد ضمن غزوة القصاص اللي هنا في بانياس. إن شاء الله معركة حاسمة إذا الله راد، معنويات عالية مشيئة رب العالمين، وإن شاء الله وأزل قصاص أهلنا في بانياس وقصاص أهلنا في القصير وفي جميع مناطق السورية المظلومة. الله أكبر. الله أكبر. شلون الإصابات؟ طمنا على الإصابات إن شاء الله. من فضل رب العالمين أهدافنا إن شاء الله محققة ب 80 ل 90% إن شاء الله، فضل رب العالمين. الله أكبر. ونفضل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا سيدي، اللهم سدد رميكم يا رب. آمين. آمين. يلا خي في قصيفة بالهواء؟ لا ما في. حط قصيفة بالهواء. الله أكبر. يلا توكل على الله تعالى نجيب لها قصيفة. يلا. هاي سرية الهاوي في لواء الحق في ريف إدلب.